ازيك يا كريمه؟ زهقت. ايه الكلام؟ زي ما كان. لا مروان، اللي كان حاجه واللي جاي حاجه تانيه خالص، وده اللي لازم نحطه في الاعتبار من هنا ورايح. بقول لك ايه، هات من اخر عشان نخلصه، عشان ما نقعدش نلف وندوره على بعض. يا حسن في ايه؟ مالك شدت حيلك عليا كده ليه يا معلم؟ ما تهدى شويه، ده احنا نسايب. طب انا هجيب لك من الاخر يا عادل. حلو، هات من الاخر. البلد هنا ما عادش فيها مكان ليك. وبعدين؟ وانا واخوي خلاص ما عادش لينا خلق نتعامل مع وسيط. تصدق عندك حق. فعلا. الصغير بيكبر والعيل بيبقى راجل، ما هو ده التطور الطبيعي للحياه. لا 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 ده كلام يا راجل. كل ما الدنيا تروق وتحلق نمسك في كناق بعضينا. مش سامع بيقول ايه؟ ايه ده؟ يقول اللي يقوله حسن. عادل بيه جلجان وفاكر ان احنا نقلب عليه الترابيزه. لا يا مروان، ما تقولش الكلام ده. انا عمري ما فكرت بالطريقه دي خالص. لان الترابيزه لو اتقلبت هتتقلب عليكوا انتوا الاثنين ولاد عبد الحكيم. ليه؟ لان الحفر في بلدكوا انتوا، والناس اللي بتحفر رجالتكوا انتوا وشغالين عندكوا. انا كل اللي ليا في البلد دي ريم اللي انا متجوزها، وكلها يوم ولا اتنين وهيبقى الله يرحمها تقابل وجه رب كريم يا رب. ما انت مش هتقدر تعيش من بعديها، ما انا عارف انك بتموت فيها، فكلها يوم ولا التاني وتحصلها. هو ده تهديد حسن؟ لا، ده اللي هيحصل. احنا كده مش هنعرف نشتغلوا مع بعضينا. ما تهدى، عادل برضه مننا وعلينا. حلو الكلام ده، عجبتني كلمة مننا وعلينا دي قوي. صح. ايه رأيك يا مروان نعمل زي ما المثل بيقول، اللي انت عايز تشاركه ناسبه، على الأقل تأمن شره وسمه. وممكن نعمل ده ونبقى نسايب. يا ريت والله. حلو قوي ده. خلاص نبقى نسايب ويبقى زيتنا في دقيقنا زي ما بيقولوا. فكروا في الحوار ده. ايوه هنفكر ان شاء الله. ايه ده حسن؟ ايه ده؟ ما تجيبي من الاخر وتقولي ان انت جايه تاخدي طربوكي. تعالي يا اختي، تعالي خديه وخلصيني. ايه اللي بتقوليه ده يا كريمه؟ بقول لك ايه يا لبنى، طارق ايه اللي جايه تتكلمي عليه يا حبيبتي ولسه في قضيه شغاله؟ روحي شوفي البت سينا دي كدابه، وانا متاكده من اللي بقولهولك. بصي يا لبنى، ماما مستحيل تعمل كده. روحي شوفي يا حبيبتي سينا اتفقت مع زينات ولا مع عادل ولا مع اي حد من اللي شغالين مع ابوكي. لكن ماما هتقتل ابوكي ليه؟ ايه الفايده من كده؟ كريمه ما تعملش كده. لبنى يا بنتي ما تفكريش بالشكل ده، هتودي نفسك في داهيه. سيبيها فوزيه، سيبيها. عايزه تموتيني؟ تعالي تعالي وخلصيني، انا زهقت من كل حاجه من الدنيا كلها. تعالي. لا انا هاخد روح بنتك عشان تعيش عمرك كله متعذبه. هات اللي عندك يا مروان، قول من الاخر. انا هجيب لك من الاخر يا عادل بيه. تطلع بره البلد. بس ما كانش ده اتفقنا. الامور بتتغير يا راجل، والدنيا ما بتمشيش على وتيره واحده، وانت سيد العارفين. وانا قلت لا؟ والله انت حر، انا ما اقدرش اقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. بس اللي انا عايزه منك دلوقتي انك تاخد بالك من نفسك حبابه. ده انت كمان بتهددني. انا ما اقدرش لا سمح الله، انا خايف عليك، انت فوق دماغي. لا مروان ما تخافش عليا، وانا مش هخرج من البلد دي الا بمزاجي، لما يهفني الشوق يعني. هو انا قلت لك اطلع منها غصب عنك؟ انا بقول لك اطلع منها بعد ما تفكر وتحسبها. هتلاقي نفسك لما تطلع منها احسن ما تقعد فيها. وبعدين يا راجل البلد دي مش احسن من غيرها. انت طول عمرك عايش في بلاد بره. اقول لك سافر فرنسا أو إيطاليا. سيبك من ده كله. إيه رأيك تسافر الصين؟ أنت بتعرف تهزر يا مروان أهو، ما شاء الله. أبداً والله، أنا مش شايفك قليل. لا أنا مش قليل يا مروان.
وانت عارف كويس قوي ان انا مش قليل، وعارف عادل هيعمل ايه وبيعمل ايه كويس. هقول لك على حاجه كويسه جدا، انا مش همشي من البلد دي، لان انا همسك البلد دي بايد من حديد، والناس اللي انت متخيل ان انت متحامي فيهم بالنسبه لي انا هوا ولا حاجه. سلام يا عم مروان. السلام يا عادل بيه. والله لو راح الصين هياخد كورونا ونرتاح منه. يلا ماما. ها؟ انت كويسه حبيبتي؟ زفت زي الزفت، الحموم اتحطق من جنابي، في حاجه طبقه على نفسي مش عارفه اتنفس كويس. انت بتحبي تروح مستشفى؟ مستشفى ايه بس؟ مستشفى ايه يا بنتي؟ انا علاجي مش في المستشفى. وزي قولي لي يا اختي، البنت اللي فوق دي عامله ايه؟ زي القرده ما فيهاش حاجه. طب الحمد لله. انا قفلت عليها الاوضه بس ايه، عامله زي التور الهايج اللي هتشوفه قدامها هتاكله بسنانها. بقول لك ايه، اطلعي ماشيه. اسيبها ده ايه؟ لا انا هكلم مروان. عشان خاطري يا اختي، اطلعي افتحي لها خليها تمشي. شا نعم يا حبيبتي. انا هسلم نفسي. ايه اللي بتقوليه ده؟ هو ده يا بنتي الحل الوحيد عشان اخلصكم من المشاكل دي كلها، واخلص انا كمان. لازم اسلم نفسي. مش هيحصل يا ماما، انا كل اللي يهمني انك ما تحضريش الجلسه، وده انا هظبطه بنفسي ما تقلقيش. مش في مكان ممكن ماما تقعد فيه ما حدش يقدر يوصل لها؟ طبعا فيه يا بنتي. اسمعي كلامي وما تنشفيش ريقي، ده قرار انا اخدته ولازم اسلم نفسي. انا خلاص اطمنها عليكم، اطمنها عليكي، اطمنها على رتال محسن، ومطمنه مروان حنين وبيعامل زينب كويس. وما تنشفيش ريقي بقى، هسلم نفسي. يعني هسلم نفسي؟ ماما مش هسيبك طول ما انا عايشه، مش هتتسجني. الست انا راضيه، اللي مزعلك انا راضيه. انا تعبانه، انا تعبانه. اسمعيني اسمعيني عشان خاطري، انا هروح لمروان ومتاكده ان هلاقي عنده مكان تقدري تقعدي فيه ومحدش يوصلك. اسمعي مني. أرجوني من هنا والله.